جديدة من برنامجكم عالم مارينا في موضوع جديد عن مشكلة التسوس المبكر عند الأطفال وكيفية علاجها والوقاية منها. معنا ومعاكم ضيفنا الدكتور علي فتحي السرور، أخصائي طب الأسنان والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز الفيلا. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك كمان. عايزين نستفسر من حضرتك النهاردة عن المشاكل التسوس للأطفال، لأن احنا عندنا أطفال، دي أهم حاجة في حياتنا كلنا. ايه هو تسوس الاسنان المبكر عند الاطفال مبدئيا؟ تمام. هو ده كان مرض يسمى سابقا بتسوس الرضاعه، ولكن يسمى حاليا بتسوس الاسنان المبكر عند الاطفال. تقريبا كده في مراكز الفيلا بيدخل لي 30 حاله في اليوم، 30 حاله اطفال، يبقى 20 منهم المرض ده. المرض ده عباره عن ايه بقى؟ بيكون هو تسوس الاسنان الأمامية العلوية عند الأطفال، وبيكون يعني الإحصائيات بتاعته كده تعدت 50% في مجتمعنا. تمام. لذلك هو انتشر بنسبة كبيرة قوي 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 في الوقت ده. طب وإيه هي الأعراض لمرضى تسوس الأسنان المبكر عند الأطفال؟ إيه الأعراض بقى اللي بتقابلني؟ الأعراض كده برضو علشان كل المشاهدين يكونوا عارفينها. أول حاجة بتبدأ ببقعة بيضة على الأسنان الأمامية، بعدين البقعة دي لونها بيتغير تبقى بقعة بني، وبعد كده اللون البني ده بيقلب لتسوس، وبتبقى البقعة دي لونها أسود على الأسنان الأمامية العلوية للأطفال. ده لما موضوع التسوس بيتطور معانا، فدي احنا ممكن نلحقها من البداية. الأم المفروض بتلاحظ الألوان اللي حضرتك بتقول عليها دي من البداية عشان تقدر تلحقها. أيوة طب بالظبط. معلش ممكن تقول تاني بيكون لونها ايه؟ تمام. بتطلع في الأسنان الأمامية العلوية عند الأطفال، بيكون عبارة عن بقعة بيضة في البداية خالص. دي البداية بتكون بقع بيضة. تمام. وبعد كده البقعة دي بتدينا يعني سابق انذار كده، فتتحول لونها يبقى بني. ده كده هي المفروض تهتم ولا تروح لدكتور؟ تروح لدكتور تمام. على طول. وبعد كده البقعة البني دي بتتحول للون الأسود، وبعد كده التسوس ده بيسيب الأسنان الأمامية وينتقل للأسنان الخلفية كمان. فاحنا لازم يعني نلحق الموقف قبل ما يتطور. تمام. ايه المشاكل اللي بتسببها هذا المرض للأطفال؟ المشاكل بقى بتكون يعني كتيرة جدا. نتخيل كده مع بعض طفل كده رايح واحنا ما المدرسة. نقدرش نقول لهم لا على اي اكل. طبعا. نتخيل كده طفل رايح المدرسة بدون أسنان أمامية علوية، ده بيزيد من ظاهرة التنمر، ده عايزين صح جدا. نقلل منها جدا الفترة دي. بيبقى السيكولوجي بتاع الطفل أصلا يعني حالته النفسية وحشة، هو مش عارف يضحك، مش عارف ياكل، مش عارف يقطع أي حاجة بأسنانه. ليه؟ لأنها بتكون في سن مبكر، يعني المرض ده بيكون إلى ما دون 3 سنوات، يعني سن الطفل بيكون أقل من 3 سنوات، سنانه كلها بتسوس لحد ما يوصل 4 5 سنوات، فده يعني مش طبيعي جدا إنه يفقد أسنانه كلها في العمر الصغير ده. طب وايه هي اسباب المرض ده اصلا؟ أسباب المرض، أول حاجة يهمني إن الناس تعرف إن البكتيريا دي تعمل على تحليل السكريات الموجودة بالفم. السكريات دي بتكون ناتجة من وجود اللبن الصناعي، إن الأم بتيجي تدي ابنها الببرونة يقعد بيها طول اليوم، هي فاكرة مثلا إن هي عشان كده يسكت. بتلخمه. فلا، هي كده ما بتلخموش، يعني هي كده بتضره. كمان بيجي بقى بقينا كمكافآت لأي حد، لأي طفل بيجي نديله شوكليت، نديله عصاير، نديله اي حاجه بدون اهتمام بغسيل الاسنان، فده كله بيسبب المشاكل دي. في حاجه بقى خطيره جدا، الا وهي ان الام تدي ابنها اللبن قبل ما ينام وما تغسلوش سنانه، يعني تسيبه بالتراكمات اللي فيها السكريات والكربوهيدرات دي طول فتره الليل. هي لما بتصدق ان هو ينام هتغسله سنانه بعد ان ما هو هتصحي تاني. صحي تاني نغسلها. وبرضه في طرق جميلة كده هنوضحها لغسيل الأسنان. طب امتى الأم تقدر تعتني بنظافة الأسنان لأطفالها؟ أيوة تمام كده. وكيف؟ أول حاجة إن أول أسنان لبنية بتطلع عند الأطفال بتكون عند 6 شهور، فمن بداية ظهور الأسنان لازم الأم تعتني بيها. طريقة الاعتناء بقى إزاي اللي هو كيف؟ أول حاجة بيكون في جلافز كده، جوانت طبي، في بريستل عبارة عن شعيرات كده، الشعيرات دي بتيجي على الأسنان كده وتغسلها مرة الصبح ومرة بالليل.
الأسنان اللي تحت. الخوف بقى الجامد لما يعدي سنة أو الطفل يجيب سنة، بتكون الأسنان الأمامية العلوية دي تكونت، وأكتر منطقة بيكون فيها ترسبات اللي هو خلف الأسنان العلوية، لذلك الأم ما بتكونش شايفاها. وبالتالي لازم بقى بعد سنة، حتى لو هي مش متوفر الجلافز الطبي ده، بتجيب قطنة وشاشة. الشاشة دي بيكون عليها مية كده، وتعدي كده بتمر على الأسنان تنضفها كلها. طب امتى اقدر ادي لطفلي معجون اسنان يغسل بيه اسنانه؟ من سن قد ايه؟ معجون الأسنان دي نقطة مهمة جدا. ممنوع 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 إعطاء أي معجون أسنان للأطفال إلى ما دون السنتين. ليه؟ لأن الطفل على طول واخد في دماغه إن أي حاجة بيبلعها، فالمعجون ده كده هيبلعه، يعني هو مش هيكون فاهم ده إيه. زي ما أنا قلت كده، شاشة وعليها مية، والأم كده تغسل سنان أطفالها بالليل والصبح بس، فقط لا غير. طب احنا هنا برضو عندنا عايزين نعرف ازاي نقدر نهتم بالطفل وهو اثناء الحمل، يعني ايه النصائح والواجب اتبعها للام الحامل اثناء فترة الحمل فيما يخص عالم طب الاسنان؟ تمام. اول حاجه كده يهمني برضو ان الام تعرف انها عليها جزء كبير من تكوين الاسنان اللبنيه. الاسنان اللبنيه بتتكون عند الام في الشهر الثاني، تبدا تتكون. دي معلومه برضو يعني الناس كلها تقريبا ما تعرفهاش، الشهر الثاني. الثاني. فانا بنصحها بايه بقى من بدايه الشهر الثاني؟ انها تزود فيتامينز بقى، زي فيتامين A وفيتامين C. فيتامين A ده اللي هو موجود في البطاطا، وفيتامين سي الموجود في البرتقال والليمون، تمام. وفيتامين ايه موجود في الجزر ده برضو. كلها حاجات متوفرة تقدر الأم إنها تستخدمها. ولازم الأم في الفترة دي بالذات تزور طبيب الأسنان، يعني لازم يعني دكاترة النساء توجه لحاجة زي كده، لأن الأم بتواجه برضو مشاكل في أسنانها بتؤدي إلى ضرر لمشاكل أطفالها. للطفل اللي هو المفروض اصلا في بطنها. بالظبط. طب ليه الاسنان اللبنيه بيتم حشوها للمحافظه عليها؟ الفكرة هنا ان كل الناس لما بتيجي بتقول يا دكتور لا ده سنة هتبدل وانا عايز اخلعها، واخلعها لي دلوقتي علشان ما جيش كذا مرة ومش هينفع عليها حشو والكلام ده. لا، الفكرة ان كل سنة دائمة بتطلع بيكون في ميعاد معين. هل مثلا انا لو خلعت سنة دائمة قبل ميعادها، تمام، هل ده مثلا سنة لبنية قبل ميعادها، هل ده مثلا هيطلع السنة الدائمة بدري؟ لا والله، لو السنة الدائمة هتطلع عند عمر 9 سنوات، أنا هخلع السنة اللبنية 5 سنوات، الطفل هيدن الفترة دي كاملة. هو بقى المتضرر، ولا عارف ياكل، ولا عارف يبتسم زي الأطفال، والسيكولوجي بتاعته بتبقى يعني قليلة جدا. فلا، لازم يعني حشو الأسنان دلوقتي للأطفال بقى بسيط جدا، وهنشوف برضو صور دلوقتي ازاي بنتعامل مع الأطفال. طب تيجي نشوف الصور اللي هي بتاعة الأطفال، اللي هو يكون هما بيجهزوها، وأول ما هتيجي هيبلغوني بيها. تمام. إيه هي مشاكل خلع الأسنان الأمامية؟ اول حاجة كده الأسنان الأمامية دي مهمة جدا. اللي هي المفروض قبل ميعادها. قبل ما بتكون مهمة جدا في نطق الحروف، يعني دي برضو بنلاحظ كده كلنا ان الطفل طالع بيلدغ في حرف السين، في حرف الشين، وفي حرف الاس. وبعد كده هو بيتعود على ده، بيتعود على انه بيواظب على انه يكون ألدغ اللدغة في دي. الحروف دي. تمام. ليه بقى؟ في حروف كده لازم اللسان يلمس الأسطح الداخلية من الأسنان العلوية. تاني، اللسان بيلمس الأسطح الداخلية من الأسنان العلوية علشان الحرف ده يطلع، منهم ال3 حروف اللي أنا قلتهم دول، بالإضافة بقى للسيكولوجية بتاعة الطفل، ظاهرة التنمر في المدارس لما أخلع الأسنان دي، هي فكرة ابتسامة اللدغة بتاعة دي الطفل، لوحديها بتكون صعبة لمدى الحياة بعد كده. وبيأثر بقى على العيلة ككل. طبعا. الأسرة شايفة مثلا ابنها ناس بتتريق عليها، لا بيأثر على العيلة كلها. طب ايه هي مشاكل خلع الأنياب الأمامية؟ الفكرة برضو فيها ان كان في برضو حالة اللي هي برضو قبل ميعادها. قبل ما اعلم جات لي حالة طفلة صغيرة عندها ناب حاصل له تسوس، فوالدها مصمم ان هو يخلع الناب ده. لا، هو طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان الناب ده يعتبر في الطب كده الكورنر بتاع الماوس كله، اللي هو البق كله. تمام.
فانا لو خلعته، لو خلعت الناب ده يحصل حاجه اسمها ميد لاين شيفت. احنا معانا الصور اهي، البنوته شكلها لذيذه خالص. البنوته دي عسل جدا، اسمها جنى. البنوته دي كانت عندي وكانت عايزه تطلع برضو دكتوره اطفال اسنان. دي مكسوفه قوي في الصوره دي، ليه بقى؟ علشان هي كانت رسماني، بس كانت مخبيه بقى الرسمه دي في جيب البنطلون بتاعها. ده من ذوي الاحتياجات الخاصه صح؟ وبترسم. كانت رسماني، كانت رسماني ورسماني بالنضاره كمان. الكسوف رهيب فيها في الصوره، لذيذه جدا. فعلا. وفي صورة تانية برضو معانا اهي. دي هنا شكل الصورة فيه موضوع كده. ايه بقى، ايه الفكرة من الصورة دي؟ الصورة دي يعني انا بكون بتمنى من اي طفل ان هو يفتح بقه، ولكن هي في الصورة دي بتتمنى ان انا احكي لها حدوتة تضحك. عشان كده في البداية بهزر مع الاطفال كده، لان كل لما تفهم سيكولوجية الطفل مش هيبص لك ان انت دكتور ولابس بالطو، لا، هو طالما استريح لك خلاص. يعني مش فكره ان الخوف بقى من دكاتره الاسنان والكلام ده، لا، طالما استريح لك كده. محتاجه معامله خاصه جدا دي بالذات الاطفال. في برضه هنا صوره معانا لذيذه. العسول عمر ده عمل حشو عصب بدون الم في بس ده مش من ذوي الاحتياجات الخاصه، ده عادي. مش من ذوي، ده عادي. قصه جميله جدا. ده يعتبر اصغر طفل جه مراكز الفيلا، ده عنده 3 سنين، يعني هو بيطلع الكلام بالراحه جدا. جاي بنفس المشكله اللي احنا بنحكي فيها دي، اللي هو تسوس الاسنان المبكر عند الاطفال. جاي سنانه كلها مسوسه، كلها انتشرت بقى، يعني من الاسنان الاماميه العلويه زادت معاه، انتشرت في الاسنان الخلفيه بقى، ما اتلحقتش بقى من البدايه دي، المفروض كانت اتلحقت بالظبط كده. فده جه ايه بقى، هو اصلا خايف انه يقعد على الكرسي، فلا، انا قعدته مكان الدكتور ومسك السكشن، عملت له بالونه، تلاقيني ماسك البالونه بتاعته. هو بقى انتوا بدلتوا الاماكن، خلوا ابقى هو الدكتور. ايوه انت ممكن. طب احنا برضه عايزين نعرف من حضرتك ايه هي مشاكل من الخلع الضروس قبل برضه ميعادها. الضروس برضه في معلومه مهمه جدا يهمني الناس تعرفها، مش كل الاسنان اللبنيه يعني هتستمر معانا، لا، في اسنان دائمه بتطلع بدون تبديل تاني، في اسنان دائمه بتطلع بدون تبديل، مش لازم نخلع مكانها اسنان لبنيه. ومنها هو يعتبر مفتاح الاكل، بنسميه كده في الطب الكي اوف اوكلوجن، هو اللور 6، يعني بيطلع ضرس دائم بدون تبديل. فايه بقى المشكله من دي؟ ان الضرس الدائم ده لو طلع وانا خالع الضرس اللي قبله اللي هو اللبني، فبيطلع بميل، فده هيؤدي فيما بعد لمشاكل تقويم. الاسنان دي هتطلع فيها اعوجاج، ومش هيبقى ليها مكان، اللي هي الاسنان الدائمه. ليه؟ لان في ضروس دائمه بتطلع بدون تبديل اسنان لبنيه. ليه؟ لان فك الطفل بيكون عباره عن 20 سنه، في كل ربع في 5 اسنان. هل فك الطفل زي فك الراجل الكبير؟ اكيد لا. بيختلف. فك الانسان الكبير بيشيل 32 سنه، ولكن الطفل 5. ده معنى الكلام ايه؟ ان في اسنان دائمه بتطلع بدون تبديل. ده بقى المعلومه مهمه جدا، اول ضرس دائم بيطلع بدون تبديل بيكون اللور 6 ده. ده بيطلع عند 6 سنين في الاطفال، تمام. فانا بقى لو جيت خلعت الخلع المبكر بقى اللي احنا بنقول عليه ده، الضرس ده هيطلع مايل، وبالتالي هياخد مكان الضرس الدائم اللي هيبدل مكان الضرس اللبني، هياخد مكانه، وبالتالي دي بقى بتأدي الى مشاكل التقويم. طب احنا لو اضطرينا بقى كده، احنا مضطرين ان احنا نخلع الاسنان الاماميه، نعمل ايه؟ ده بقى لو برضو في عدم وعي كده، وحد جالي، بتبقى بقى تكلفه باهظه على الام، عشان هي عايزه تغير وترجع نطق الحروف ترجع السيكولوجي بتاعها. هو السن لما ترجع نطق الحروف هترجع تاني؟ مش بيتعود هو على اللدغه؟ لا، هو لو احنا عملنا الحل اللي هو بسرعه مثلا؟ اللي هو ايه بقى؟ بنركب له جهاز اسمه موديفايد نانس ابلاينس، ده عباره عن ايه؟ زي طقم كده حرفيا، يعني ده بندخله بقى في جنرال انستيزيا، اوضه عمليات كده، ونجيب دكتور بنج وندخل
بنركب له الجهاز ده. الجهاز ده عبارة عن ايه؟ بيكون ماسك في الأسنان العلوية بس الضروس، وطالع كده بطقم زي الراجل الكبير بالظبط، وطالع فيه الأسنان مكان الأسنان اللبنية دي، يعني هو بيكون مركب طقم حرفيا. مش بيتضايقوا بعد كده؟ هو بيضايقه بس احنا لازم نعمل له كده، نحل شوية. نحل علشان برضو ككلام كضحك يبقى زي زمايله بالظبط. طب ده بالنسبة للأسنان الأمامية، لو اضطرينا بقى نخلع الضروس، ايه الحل؟ تمام. لو اضطرينا بقى نخلع الضروس، الضروس دي لازم نعوض مكانها بحافظ مكان، حاجة اسمها سبيس مينتينر، حافظ مكان، يعني احفظ مكان الضرس الدائم اللي هيطلع مكان السنة اللبنية دي. لذلك من اهم الحاجات اللي بتتقال ان الاسنان اللبنية دي بتكون جيد للاسنان، الاسنان اللبنية بتكون جيد للاسنان الدائم. تقويم الأسنان يبدأ من سن كام سنة للأطفال؟ تقويم الأسنان، السؤال ده جميل جدا، بيتسأل لي كتير من أولياء أمور وعلى على الشات وعلى الواتس وكل حاجة. التقويم ده ملوش سن معين، ركز في الكلام. والله لو الطفل جالي بدري بنعمل حاجة اسمها جلوبال دايجنوز، ده اللي هو عبارة عن إيه؟ بنطلب أشعة معينة وأشوف، وأنا يعني أشوف المريض كده كلينيكال والطفل كلينيكال، وبعد كده أحدد بقى لو هو جاي في فترة نمو الفك ونمو الأسنان والفترة دي. لا أنا ما بعملش تقويم، بعمل حاجة اسمها مانع للتقويم، أنا بركب له الجهاز بيمنع حدوث الخطأ في الأسنان. إنما لو هو بقى خلص خلاص فترة النمو دي وبقى تمام، لا كده أنا هضطر أعمل له تقويم. وبرضو سؤال كده برضو بيتسأل كتير، يا دكتور ده تكلفة حفظ المكان دي غالية؟ لا هي مش غالية ولا حاجة بالنسبة لفايدتها، يعني تقريبا لا تمثل عشر تكلفة التقويم. تمام، ايه النصائح اللي بتقدمها طب الاسنان بشان هذا الموضوع؟ تمام عايزين بقى من حضرتك كده نصايح عشان بإذن نختم الله. بيها نهاية الحلقة. تمام. من أهم النصايح إن على الأب والأم إنهم يشوفوا ابنهم، يعني ابنهم يشوفهم كمراية ليهم. يعني مثلا أنا عندي آسر ابن أختي، لما بيجي والله شافني وانا بغسل سناني مرة، لا تمام ده دكتور علي بيغسل سنانه، بقى هو يقول لي فرشة وعنده 3 سنين، يعني بقى هو يقول لي فرشة. ليه؟ بيشوف مثلا فعل، هو الفعل ده بيقلب العادة امتى؟ بالاستمرار. فوالله هو شافني كده، لا بدأ يطلب وبدأ يغسل سنانه وهكذا. لذلك انا بنصح اي اب وام، لا عود اطفالك من البداية على غسيل الاسنان. تاني نقطة، في حاجات بقى طلعت حديثة، حاجة اسمها مانع تسوس، وده برضو الناس كتيرة ما تعرفهاش، هيقولوا انت كده بتخسر طب الاسنان وكده. لا هو مانع التسوس ده بيتحط لو في بدايات تسوس كيرس كده بنحطه. وفي برضو جلسات فلورايد، جلسة الفلورايد دي بنبدل الفلور، بنبدل الصوديوم الموجود على الأسنان بمادة الفلور فيقوي الأسنان. وبرضو يعني من يعني يعتبر من أهم النصايح إن الأب والأم يعلموا أولادهم من البداية غسيل الأسنان. وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا يا دكتور، دايما الوقت بيعدي بينا. نحب نشكر ضيفنا الدكتور علي فتحي سرور، أخصائي طب الأسنان الأطفال وذوي احتياجات الخاصة بمراكز الفيلا، اللي ضاف لينا كم من المعلومات القيمة. ونحب نشكر مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم عالم مارينا. شكرا لكم.